المحول الكهربي جهاز لرفع أو خفض الجهد الكهربي المتردد. تركيبه قلب من شرائح معزولة المناعة الدومية وملف ابتدائي وملف ثانوي فالمحول الكهربي المحول الرافع في محطات التوليد لترفع الجهد وإقلال التيار، والمحول الخافض في أماكن الاستهلاك لخفض التيار المتردد أو الجهد المتردد. المحول الكهربي جهاز لرفع أو خفض الجهد الكهربي المتردد. يتكون من شرائح من الحديد المطاوع المعزولة لتقليل التيارات الدوامية والحرارة المتولدة. يتكون من ملف ابتدائي وملف ثانوي. الملف الابتدائي يوصل بالتيار المتردد المراد رفعه أو خفضه، والملف الثانوي يوصل بالجهاز المراد تشغيله. وعملية الرفع والخفض تعتمد على عدد لفات الملف الثانوي، فإذا كان عدد لفات الثانوي أكثر فيكون محول رافع، عدد الثانوي أقل يكون محول خافض. فكرة العمل: عند مرور تيار متردد في الملف الابتدائي يتولد فيض مغناطيسي متغير يمر في القلب إلى الملف الثانوي ليتولد قوة دافعة مستحسة بالملف الثانوي، وتعتمد هذه القوة على عدد لفات الملف الثانوي.